في حاجة غريبة بتحصل في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومصر بتلعب دور رئيسي علشان تعيد ترتيب الأوراق وتعظيم الاستفادة القصوى اقتصادياً. يا ترى إيه اللي بيحصل وإيه سر التحركات المصرية في المنطقة العربية؟ بانكير، نبض البنوك. طبعا كلنا عارفين ان منطقة الشرق الاوسط ومعاها ايران وتركيا كانت بتعيش في تنافس وتناحر غريب سياسيا وحتى اقتصاديا كمان، وصلت لدرجة المقاطعة عربيا مع تركيا ومقاطعة خليجية مع ايران ومقاطعة بدول عربية مع سوريا. كان المشهد ما يشجعش على اي تعاون اقتصادي ولا استثمار مشترك، وده كان وضع ما يخدمش دول المنطقة رغم قوتها الاقتصادية الضخمة. واكيد الوضع هيتغير لو كان في تعاون وهيبتدي ضخ المليارات في الاستثمارات المشتركة. مصر شافت حال المنطقة وقررت تتدخل وتعيد ترتيب الأوراق، ودخلت في مفاوضات شاقة مع كل الدول في المنطقة ونجحت في إعادة سوريا للصف العربي وهي خلاص هتحضر القمة العربية، وكمان تجاوبت مع التحركات التركية لإعادة العلاقات مع مصر، وحصلت زيارات مهمة جدا بين مسؤولي البلدين. وعلى صعيد إيران، مصر لعبت دور مهم لإعادة علاقتها بدول الخليج، وكلنا شفنا الزيارات المهمة بين القاهرة وعواصم خليجية، وتم الاتفاق في النهاية على عودة العلاقات الإيرانية السعودية. أكيد كل ده هيصب في مصلحة الدول كلها، وأكيد اقتصاديا الوضع هيختلف جدا. كمان في معلومات أكيدة إن وفد تركي جاي مصر علشان يتفاوض على تبادل التجارة والاستثمار بين البلدين بالجنيه والليرة، ودي خطوة مهمة جدا لتخفيف الضغط على الدولار في مصر، وكمان هيفتح باب كبير للتعاون وضخ الاستثمارات التركية في السوق المصري. تركيا دولة مش قليلة اقتصاديا، واكيد هيكون في منفعة كبيرة جدا. مفيش شك ان مصر بتخطط للاستفادة من وجود الصلح اللي في المنطقة علشان تعمل تكتل اقتصادي بعيد عن هيمنة امريكا، وده تعاون كل الدول مستنياه خاصة مع ايران وتركيا وسوريا، وهي دول من مصلحتها الاستثمار في الاسواق القريبة منها. واخيرا لان ده هيخدم مصالحها السياسية وتعمق التعاون علشان الخلافات ما ترجعش تاني. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.